الله ينور يا معلم. انا مالك يا حاج؟ ما دلت هدومك ايه؟ والله العظيم مش الله ينور حق عطية، الله ينور حق عطية، كل سنة وانت طيب حق عطية، كل سنة وانت طيب حق محمد، كل سنة وانت طيب حق مجدي. ايه الحلاوة دي يا جدعان؟ ايه الحلاوة دي؟ غدوة العيد دي؟ الله 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 ينور، الله ينور يا سيد. والله بصراحة بصراحة الله ينور. ايه الحلاوة دي؟ يا سلام. الله والله حاجة جميلة، والله حاجة جميلة بصراحة. أنا والله أنا أول مرة أشوف الحاجات دي. لا والله شيء يفرح، يعني شيء يفرح والله بصراحة. يا أستاذ مجدي، بقول لك يا باشا لو سمحت، وبعد الفراغ ده هتعمل بقى ايه؟ لا يعني مش ما انا عارف ان انت هتاكلها، يعني هتحطها فين وهتوديها فين؟ هتحطها على الشوايه ده ايه؟ على الشوايه. على انهي درجه؟ على الدرجه الوسطانيه. والرز تحت. والرز تحت. وندخلهم على المدفن وبعد كده بتوديها على النار. المدفن تحت الارض. الله الله. نقفل عليها. والله والله العظيم. ساعة زمن وكل اكله كويسه بقى. والله بصراحه شيء يفرح يعني. ده يا عمايل عمك محمد. الله ينور حق محمد، الله ينور. والاستاذ طه طبعا. الاستاذ عطيه. عطيه. ما انا مش عارف هي ماسكه معايا طه ولا لا. الله ينور. منين يا استاذ عطيه؟ ولا لا حضرتك انت منين؟ من شبكه الميمون. والله الله ينور يا استاذ عطيه. انا عايز الورق الالومنيوم. طب يا استاذ مجدي، الورق الالومنيوم بتعمل بيه ايه بقى؟ بحطه بس كازينه بس كده تحت الفراخ. تحت الفراخ عشان يديها لون. لون طبعا عشان يديها اللون بتاعها. كازينه بس. والله العظيم بصراحه تسلم ايدك عم حسن بصراحه على شويه الله. ديك الحاجات اللي انت حاططها. الملح والشطه. الملح والشطه والبهارات. المكونات عباره عن مسحوق كمون. ايوه. شطه قليله تتسل. ايوه. علو صوتك شويه استاذ، علو صوتك شويه. ايوه علو صوتك يا عم. علو صوتك شويه. المكونات عباره عن فلفل اسود. فلفل اسود مطحون. مطحون. بهارات. بهارات خليجيه عربيه. ايوه. شويه كزبره طبعا. بتحط لها ليمون وخل؟ لا، اول حاجه بنغسل الفراخ مظبوط من الليمون بالليمون والخل عشان الزفاره والحاجات دي. السخنه والله بصراحه شيء يفرح يعني، شيء يفرح. وبدقيق برده لو في استطاعه، او أيوة. ليمون او اشي برتقال. نعم. ولا مديك الخل عشان تدي. الله ينور يا معلم. ما شاء الله. يلا مالك يا حاج؟ بدلت هدومك ايه؟ حب قبل ما العفره بقى تنزل عليها. ودي خدت منك وقت قد ايه يا عم مجد؟ خدتش وقت يا عم. الصلاه على النبي. يا الحركات. وبالوقت احنا دفناها. يلا هات الرمل. يلا معاك قد ايه كده وتطلع يا عم مجد؟ ساعه ونص كده ان شاء الله بالكتير قوي. ان شاء الله. الله صم الله. ما شاء الله.